وفي الترمذي عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ شوف السؤال هذا أصغر سؤال في التاريخ وأعظم سؤال وأعجب سؤال، ولو لم تحضر أنت وتحضري أختي بنتي إلا لهذا لكفى، من نجاه؟ من نجاه؟ يقول: كيف ننجو يا رسول الله؟ أجابه صلى الله عليه وسلم بسطر بل أقل أصغر من سطر تغريدة: هي خير من الدنيا وما فيها، والله لو مكث الفلاسفة والأدباء والشعراء يحبرون دهرا ما أتوا بمثلها. هذا الذي ينطق بالوحي، هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها فسار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فكت وريقه قد شفى عين الإمام علي. اسمع العبارة احفظها أنت الآن، أنت أكثركم يحفظها بس حطها في قلبك، يعني ما هو بحفظ طالعة يعني طه والطبلة ها ولا حفظ دوام الأدب شعر جليل وفرز لك. هذا وحي، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هل طبقناها؟ هل قمنا بها؟ كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، والله لو طبقتم ونفذنا جميعا هذا لنجونا. كف عليك لسانك، حاسب، لا تجرح، لا تتكلم، لا تتشغل بالناس ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكف عليك أصابعك في التويتر وفي الفيسبوك، هذه الأصابع ستكتب شهادتهم ويسألون. يقول سبحانه: هذه شهادة، ترى تغرد شهادة، تجرح شهادة، تسب شهادة، تكذب شهادة، ستكتب شهادتهم ويسألون. والله تكتب إذا حركت أصابعك. كف عليك لسانك، هذا 19 الفتنة من هنا: الكذب من اللسان، الغيبة، النميمة، استهزاء، سخرية، القذف، الهمز، الغمز، كل اللعن أكثر العيوب من اللسان. كف عليك لسانك وليسعك بيتك، اجلس يا أخي في بيتك يا أخي، إذا ما كان في مصلحة يا أخي لا تخوض يا أخي، لا تتهم الناس وتسب الناس وتدخل في نقل الكلام والشعارات، وليسعك بيتك، اجلس في بيتك. بيتك، يقول دانتي شاعر إيطالي: البيت مملكة الأفكار. البيت مملكة الأفكار، هذا حكمة، يعني حكمة ضالة صعب. البيت مملكة الأفكار، بيتك أنت ملك في البيت، اجلس في بيتك يا أخي ولو كان غرفة طين. علي بن عبد العزيز الجرجاني أديب جرجان القاضي العالم الفقيه، لما رأى الناس فتن في خراسان وجرجان أغلق بيته وكتب لوحة على الباب، لوحة على خشب بيت من طين، قال: أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام لي الهنا ونما السرور، وأدبني الزمان فلا أبالي، هجرت فلا أزار ولا أزور، فلست بسائل ما عشت يوما أسار الجيش أم ركب الأمير. إيش أخبار أنت مكالة أنباء؟ يقول بعضهم، يقول محمد أبو موسى البلاغي شيخ البلاغي، يقول بعضهم مثل التاكسي أجرة بس ينقل كلام من هنا وشائعة من هنا، وش قالوا فلان، وبعضهم تحول بشر، بعض الدعاء حتى طلبة علم محلل سياسي ما شاء الله، وبعضهم محلل اقتصادي وترك رياض الصالحين والبخاري بس يتابع الأخبار ويحلل وإثارة وينقل الكلام، وفلان ترى ضال، وهذا فلان منحرف، وفلان زنديق، وكذا بس، هذا هو سبحان الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يوم القيامة. تعال، هل هذا ضال؟ هذا زنديق؟ هذا منحرف؟ تعال وقف، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والشافعي: لسانك لا تذكر بها عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك نبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. اتق الله في ستر الواحد العدل.